بقى كامل بشتغل شغل الديكوباج على الخشب وعلى المعدن. طب انت خريجه ايه؟ انا هندسه، هندسه قسم عماره. ما بتشتغليش في الهندسه؟ اشتغلت فتره في مجالي في شركه استشاري كبير، بس سبت الهندسه وبدات اشتغل في شغل الهاند ميد من البيت عندي. طيب اشرحي لي الحاجات دي، انت بتشتغليها ازاي في البيت وبتستخدمي ادوات ايه؟ انا بستخدم الخشب والماتيريال، بستخدم تقريبا كل ماتيريال موجوده في البيت، بلاستيك، خشب، كرتون، اي حاجه، ستانلس ستيل، ممكن اعمل لها ريسايكلينج للحاجات القديمه اللي في البيت اللي ماما بتبوظ منها وتبقى عايزه ترميها فبتديهاني انا اجددها بقى. وانت اللي بتعملي التصميمات والرسومات دي كلها بنفسك؟ انا اللي بعمل كل حاجه بنفسي، انا اللي بصممها وبعمل الديزاين في دماغي وفوتوشوب بقى واكمل الحاجات وابتدي النجار اقول له الرسومات اللي انا عايزاها بالظبط بالمقاسات وهو يقصها لي وانا اكمل بقى الشغل، وشغلي كله بيبقى عليه طبقات حمايه، يعني بحيث ان اللي يستخدم اي قطعه من الشغل اللي انا عاملاه يقدر يعني يبقى مطمن وهو ماسكها وهو بيتعامل معاها. طيب الشغل دوت بيكلفك قد ايه وقت يعني؟ ممكن قطعه تاخد يوم وممكن قطعه تاخد مثلا اسبوع واسبوعين، وكل حاجه ممكن يعني ملهاش وقت حسب الفكره نفسها بتبقى قد ايه. طب دي مثلا فكره دي تقريبا خدت مني يومين علشان تتنفذ. طب ايه الاسهل عليكي، بيكون الخشب ولا لما بتعملي على اي ماده؟ لا انا الحمد لله بقدر اشتغل على اي ماتيريال، يعني التكنيكات بتبقى ثابته واحده والماتيريال نفسها لما بتتغير بتبقى بتدي فرايتي في الشغل وتنوع للعميل لما يجي يستعمل حاجه، في عميل بيحب الاناقه، في واحده بتحب المودرن، في واحده بتحب الكلاسيك، فيعني بحاول ارضي جميع الاذواق. طيب في عندنا شايفين ان انت عامله شويه ابتكارات كده مختلفه شويه، فعرفينا عليها. انا عامله هنا دي صينيه جديده برضو اول مره تتعمل تحت، تعمل في مصر صينيه وليها درج او تري بتاعتها، اقدر استخدمها ان انا احط فيها باكيتات الشاي والمشروبات المعلبه وممكن المعالق والشوك بتاعت الجاتوهات والحلويات، اقدر يبقى كلها في يعني في مكان واحد لست البيت وهي بتقدم لضيوفها ما تبقاش شايله حاجات كتير على ايديها. وفي كمان الكي هولدر، دي فكره جديده وانا يعني انا من معاناه البيت عندي فكرت فيها، ان انا المفاتيح بتبقى مرميه في كل حته وببقى محتاجه المفتاح يبقى جنب باب الشقه وانا نازله، في نفس الوقت جنب باب الشقه مش بيبقى امان علشان ممكن بفتح لاي حد باب وبسيب الباب وبدخل جوه، ففكرت ان يبقى حاجه مقفوله بقفل بحيث ان انا احط المفاتيح بتاعتي جوه وما تبقاش مكشوفه للي موجود واقف بره على باب الشقه. طيب المعرض يعني كان سهل عليكي المشاركه فيه ولا لو خاصه انت ما عندكيش مكان فبتعرضي اونلاين زي ما قلت؟ انا بعرض اونلاين، بس المعرض هو يعني عن طريق حرف مصر، هم اللي عرفوني على المكان، هم اللي قدروا يخلوني اشترك هنا في معرض صنع في مصر. دي اول مره صح؟ دي اول مره، بس للاسف احنا ما عندناش معارض بتهتم بالهاند ميد وشغلنا، يعني احنا محتاجين من الدولة تعمل لنا معارض اكتر وتكون معرض دايم وفي اماكن الناس تقدر توصلها زي ارض المعارض مثلا وقاعة المؤتمرات، مكان يبقى سهل للناس ويقدروا يجولنا ويشوفوا شغلنا والمستثمرين برا ييجوا يشوفوا شغلنا ونقدر نصدر شغلنا. الحمد لله عندنا شغل بكواليتي كويسة جدا بشهادة كل الناس اللي بيتعاملوا معنا وخدوا مننا، فهيبقى كويس جدا وتبقى فرصة كويسة انها تتصدر برا واكيد هيبقى دخل كويس للدولة يعني. طيب قولي لي بس الاسعار، يعني عايزة اعرف اسعار وخاصة بعد ان المواد الخامات نفسها بقت غالية شوية. مواد الخام نفسها اللي بنستخدمها طبعا غليت بقت الضعف وثلاث اضعاف كمان، بس انا دي المواد الخام عندي علشان مش كلها مواد جديدة لان انا بعمل بقالي فترة بس ما كنتش بعرض، فالرينج الاسعار موجود دلوقتي في المعرض ممكن اغلى بيس عندي بتبقى 360 او 400 جنيه، دي اغلى قطعة عندي، لكن غير كده معظم الحاجات التانية ممكن تبتدي من 50 جنيه. الصينية دي ب 200 جنيه والعلبة بتاعتها ب 160، الصينية دي ب 360 جنيه، 360 جنيه ودي ب 200 جنيه برضه. اوكي ميرسي لحضرتك.